ولإلقاء مزيد من الضوء معنا من الرياض عبر الهاتف الدكتور علي العنيزي رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود. أهلا بك في هذه النشرة ومساء الخير. ونبدأ من الموقع الذي تتجه إليه الأنظار في هذه اللحظات وهو القاهرة. ما هو المتوقع في رأيكم من اجتماع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؟ طبعا ما في شك أن الدول الخليجية أو الدول التي قاطعت قطر والحقيقة يعني حاولت بكل السبل أن تثني قطر عن سياستها الهدامة في المنطقة وعن تحفظ للشعب القطري ولقطر مكانتها في المنظومة الخليجية، ولكن يبدو أن قطر لا تريد أن تسمع النصيحة من أشقائها الخليجيين ولا تريد أن تعود إلى رشدها. لماذا في رأيكم هذا التعنت القطري؟ إلى أين تريد أن تصل الدوحة بهذا التعنت؟ أنا أعتقد أن الدوحة متوهمة في كثير من الأشياء. هي توهمت بالدور الذي لعبته في الفوضى التي اجتاحت المنطقة من خلال دعمها للحركات الإرهابية وتمويلها للإرهاب، وهذا بشهادة وتوثيق الدول، يعني ليس فقط الدول الخليجية التي قاطعت قطر، بل بتوثيق الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذكرت قطر بالاسم بأنها تمول الإرهاب. فأنا أعتقد أن قطر الآن تحاول أن تصنع الوهم لنفسها بأنها تستطيع أن تفرض العديد من آرائها على الدول الخليجية، وهي واهمة في هذا الكلام. أنا أعتقد أن اجتماع القاهرة اليوم سيتمخض عنه إجراءات أخرى تضع قطر في مكانها الحقيقي. الحقيقة دول الخليج أوضحت لقطر بأنها لن تتراجع عن ما اتخذته من قرارات، وأعطت لقطر الوقت الكافي لدراسة هذه الشروط للعودة إلى الحضن الخليجي، وعطت لأمير الكويت مشكورا الحقيقة الذي قام بالدور الذي حاول بكل السبل أن يوضح لقطر وأن يقوم بدور الحقيقة هو ليس بغريب على أمير الكويت. نعم دكتور علي، بالنظر إلى دور الوسيط الكويتي وهو بالتأكيد دور مقدر للأشقاء في الكويت وعلى رأسهم أمير دولة الكويت، ولكن النظر إلى التعامل القطري مع هذه الوساطة والمبادرة كان في أوله تسريب وفي أوسطه سخرية وتقليل من شأن المطالب، وفي آخره كان رفض معلن بشكل أبعد ما يكون عن الدبلوماسية. ما تعليقكم على هذا التصرف القطري والرد على المبادرة الكويتية والوساطة؟ الحقيقة يعني إذا نظرنا للتصرفات القطرية، هي سياسة قطر بشكل عام منذ 1995 وهي خارج السرب، تغرد خارج السرب. فما بالك بهذه القضية وهذه الوساطة؟ أولا هي من خلال تسريبها للمبادر للشروط الخليجية، هي أرادت أن تضع العراقيل أمام الحل للأزمة الخليجية، لأن من مبادئ الدبلوماسية واحتراما للوساطة الكويتية كان يجب على قطر أن لا تسرب هذه الشروط، لأنها لا زالت هذه في 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 نطاق الدبلوماسية ونطاق المفاوضات. ولكن نحن نعرف قطر لماذا هي سربت هذه الشروط، ولماذا سربت هذه الأشياء التي وضعتها الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية. هي أرادت أن تضع العراقيل أمام الحل الدبلوماسي بالتأكيد وأمام الدول الخليجية، ولذلك هي متعنتة في رأيها، وأنا أعتقد أنها ستخسر كثيرا. المكان قطر لا تستطيع أن تقاوم الجغرافيا والتاريخ. نعم دكتور علي، المكان الطبيعي نعم. من خلال تعنت القطر الدوحة تلوح منذ بداية الأزمة إلى لجوئها إلى تحالف قطري تركي إيراني وإيراني تحديدا، وقبل قليل كان هناك تصريح عاجل لوزير الخارجية القطري يؤكد على هذه المعلومة وهي الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع إيران. في رأيكم لماذا تحاول الدوحة أن تؤكد على حقيقة هذه في وقت حرج في هذه الأثناء؟ أنا
أنا أعتقد أنها لن ينفعها لا الحليف الإيراني ولا الحليف التركي، ولن ينفعها أحد إلا أشقائها الخليجيين. نعم. هذا أول. ثانيا، أنا أعتقد أنها تحاول خلط الأوراق والهروب إلى الأمام من نعم. الأجنة. لن يكون هناك أي حل لقطر إلا بالعودة إلى العقل، والعودة إلى رشدها، والعودة إلى تلبية مطالب دول الخليج. نعم. عدم التدخل في الشؤون الداخلية، عدم تمويل الإرهاب، عدم تشجيع أو الخطاب الإعلامي الذي تتبناه قناة الجزيرة بالشحن الإعلامي، ونحن نرى كيف تحولت إلى قناة دعائية هذه الأيام وقبل هذه الأيام. نعم. فأنا أعتقد أن الحل الوحيد أمام قطر هو عودة إلى رشدها. قطر لن تستطيع أن تقاوم الجغرافيا والتاريخ. أين تركيا وأين إيران؟ من يحد قطر بريا وبحريا الآن، ومن القريب لها اجتماعيا وثقافيا ولغويا؟ فهذه الإجراءات التي تلوح بها قطر سياسيا، أنا أعتقد هي غير قابلة للتنفيذ، ولم يستطيع لا التركي ولا الإيراني أن ينقذ قطر من المأزق التي هي فيه. لن ينقذها إلا عودتها إلى رشدها، والعودة إلى الحضن الخليجي، ومن ثم الحضن العربي. قطر مكانها الطبيعي، الدول الخليج والدول العربية هي حريصة على الشعب القطري وعلى قطر أكثر من حرص الإيراني وحرص التركي على قطر. نعم بالتأكيد. التركي والإيراني هو ينتهز الفرص الآن، وهذه يعني بالسياسة هي استراتيجية الانتهاز، انتهاز هذه الأزمة للدخول في داخل الأزمة ومن ثم تعقيد الأزمة. العامل التركي والعامل الإيراني هما لتعقيد الأزمة، وأنا أعتقد هذا ليس في صالح قطر. قطر اليوم تخسر اقتصاديا، تخسر سياسيا، تخسر حتى عسكريا. نعم. قطر هي مكانها الطبيعي هي المنظومة الخليجية ومن ثم المنظومة العربية. نحن نرى أن الوضع الطبيعي لقطر هو العودة عن هذا التعنت السياسي، وهذا يعني بمعنى أن يكون لديها رأي رشيد في هذه الأزمة، أن تحتوي هذه الأزمة، أن تلبي مطالب. هذه مطالب مشروعة لدول الخليج، تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وهذه مثبتة. نعم. من الرياض الدكتور علي العنيزي، عذرا للمقاطعة لضيق الوقت، الدكتور علي العنيزي رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.